فاهم قصدي؟ بص هنرجع للنقطه دي، بس هنروح لزميلنا محمد توفيق، ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن حلمي طلال المدير الفني الانبي. برحب بحضرتك مره ثانيه بعد انتهاء مباراه الاهلي وانبي في الاسبوع الثاني وال30 بفوز النادي الاهلي 3-0. يمكن يشرفني ويسعدني يكون معايا المدرب القدير كابتن حلمي طلال المدير الفني النادي الانبي. يعني كابتن حلمي برحب بحضرتك في البدايه، قناه النادي الاهلي مش غريبه عليك، يعني ده بيتك طبعا. يعني هارد لك النهارده، يعني كلمني شفت المباراه ازاي وكان سياستك في اداره المباراه ازاي النهارده؟ تحياتي للكابتن ايمن اولا ولحضرتك ولكل ضيوف الكابتن ايمن. مباراه احنا اتخطفنا بدري وده اثر بشكل كبير جدا على معنويات التيم، على تركيز التيم، وبالتالي مباراه ما كانتش جيده بالنسبه لي خالص، لان مهما تقول ومهما تعمل ومهما تشرح حتى بين الشوطين برضو المردود ما بيبقاش اللي هو انا محتاجه واللي اللعيبه عايزاه. اللعب كل 3 أيام ده شيء قاتل، مش ما بهزرش، انا بقول لك بجد شيء قاتل، وخصوصا لما ما يكونش عندك الكميه او العدد بتاع اللعيبه اللي تقدر تعمل بيهم روتيشن. وبعدين مؤكد النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله عنده وفره من اللعيبه بشكل كبير جدا، يقدر يريح، يقدر يبدل، يقدر يعمل حاجات كثيره جدا. انا ما عنديش الرفاهيه دي وما عنديش الـ القدرات ان انا اقدر اغير كل 3 أيام. يعني عمليه صعبه، انا بشفق على لعيبتي، بشفق عليهم تماما من ضغط المباريات الفظيع ده، وبقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك الدوري ومبروك ليه النهارده وجود لك لفرقتي الماتشات الجايه باذن الله. كابتن حلمي برغم كل الحاجات اللي كنت حضرتك في النقص العادي وكده، كان اعتقد انه يحسب لحضرتك انك اخذت انبي من المركز الاخير، ودلوقتي انت 45 بونت في المركز الخامس، واعتقد ان الموسم الجاي هبقى يعني بتفكر فيه من دلوقتي، خاصه ان عندك لعيبه كتير معلقين. لا انا ما بفكرش فيه من دلوقتي، انا بفكر فيه من 5 شهور عشان تبقى عارف. يعني انا من اول ما الجائحه حصلت وانا قاعد مركز هعمل ايه للموسم اللي جاي، لان انا عقدي مستمر للموسم اللي جاي. فده وضع طبيعي جدا، احنا محتاجين ترتيب البيت بشكل كويس، محتاجين ان احنا ننظم صفوفنا بشكل كويس، محتاجين ان احنا ندعب بشكل كويس على اساس ان انبي يرجع تاني لوضعه الطبيعي المنافس القوي على المراكز المتقدمه باذن الله. موسيماني وشكل تغير شكل الاداء في النادي الاهلي على المباراه السابقه وبعد تولي المدير الفني الجديد. ما اقدرش اقول الكلام ده، ما اقدرش احكم على الراجل، حرام يبقى انا بظلمه. ماتشين ولا حاجه، فطبعا ما ينفعش ان احنا يبقى متسرعين في حكمنا على أدائه وعلى شغله، ولا ضروري نديله فترة كبيرة جدا عشان نقدر نحكم عليه. لكن أنا اللي أنا شايفه النهاردة إن اللعبة تلعب بأريحية، بتلعب بانسجام، بتلعب بلا مركزية. يعني أداء النهاردة جيد، لكن برضو ما أقدرش أحكم على المدرب من ماتش أو 2. يعني شكرا كابتن، بالتوفيق اللي جاي إن شاء الله. متشكر جدا، السلام عليكم. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع المدير الفني القدير كابتن حلمي طولان. الف مبروك النادي الاهلي الفوز وال3 نقاط، وان شاء الله دايما في انتصارات والنادي الاهلي الامام دايما. العوده ليك كابتن ايمن ونجوم الاستوديو التحليلي.